أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن حسن، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه والسائرين على منهاجه. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وطاعاتنا وطاعاتكم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العلي العظيم. تقدم لنا هذه الآية المباركة درسا من الدروس التي تصب في واقع السلوك العملي للفرد المؤمن، وهذا الدرس يرتبط بأن الواقع الذي يقوم عليه سعادة الإنسان وشقاؤه ليس هو القرب أو البعد لأولياء الله سبحانه وتعالى أو عنهم، وإنما في الواقع هو القرب من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجعل الإنسان يحظى بحياة سعيدة طيبة هانئة، كما أن البعد عن الله عز وجل هو الذي يجعل الإنسان يقع في الشقاء ويقع في الشرور. الآية التي تلوتها على مسامعكم الشريفة تعطينا هذا الأمر، وهو أن الأنبياء هم أقرب الأولياء إلى الله سبحانه وتعالى بما يحملونه من العلم والمعرفة وكذلك من السلوك الانقيادي لله سبحانه وتعالى. وربما يتوهم البعض أن العلاقة مع الأنبياء تكون عاصمة للإنسان بأن لا يقع في الخطيئة أو في الجرم، ولكن الآية تكشف بوضوح أن العلاقة بمفردها لا تكفي، ولا بد أن يكون الانقياد لله سبحانه وتعالى والتقوى هي المحركة وهي الدافعة لاستقامة الإنسان. فإذا لم تكن العلاقة مع أنبياء الله ورسله مانعة، فكيف بالعلاقة مع غيرهم، سواء من مطلق الأولياء أو من عباد الله الصالحين أو من العلماء أو من غيرهم. على كل حال، الآية المباركة تشير إلى أحد المواقف التي صدرت من بعض زوجات الأنبياء
على رغم تلك العلاقة الحميمة مع أولياء الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك قد صدرت بعض الآثام وبعض الموبقات، كما أشارت الآية المباركة. الآية أشارت إلى أن سقوط امرأتين من النساء تنتميان في العلاقة إلى أحد الأنبياء العظام، إلى اثنين من أنبياء الله العظام، وهما نوح وكذلك لوط على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فنجد أن امرأة نوح وامرأة لوط قد وقع في الحضيض، وكانت عاقبتهما أن دخل النار، ولم يكن ارتباطهما بالنبيين مانعا من الدخول من النار، لأنهما لم يعملا ولم ينقادا إلى ما جاء به النبيان العظيمان، وذلك بسبب اقتراف جرم الخيانة. فالخيانة إذن هي إحدى الموبقات والآثام العظيمة. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أنها تعتبر من الموبقات الكبيرة، وأنه يجب الابتعاد عن هذا الجرم الخطير الكبير. وقد أشرنا إلى بعض أقسام الخيانة في الأسبوع الماضي، كالخيانة في الأموال والودائع والأوقاف والوليات، وكذلك الخيانة في إفشاء الأسرار، أسرار الأزواج، المجالس والعوائل والأعمال والمهن وغيرها. اليوم نتكلم عن بعض أنواع هذه الخيانات، وهي الخيانة الزوجية. فإن الخيانة الزوجية هي من الخيانات الممقوتة، ومع الأسف أن هذه الخيانة بدأت تتفشى شيئا فشيء في وسط المجتمعات بكل أنواعها. طبعا هناك الخيانة في إفشاء الأسرار، وأشرنا إليها بالأسبوع الماضي، ولعل ما أشارت الآية المباركة من هذا القبيل، ولم ترد الآية الكريمة الخيانة في العفة، لأنه بعقيدتنا كما عليه معظم العلماء أن زوجات الأنبياء لا يبغين ولا يقترفن الفاحشة، كما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما بغت زوجة نبي قط أو امرأة نبي قط. إذن ليس المراد به البغاء، وإنما كان إفشاء الأسرار. فكانت امرأة نوح تفشي أسرار نبي الله نوح عليه السلام للكفار والأعداء، وكذلك كانت امرأة لوط أيضا كانت تفشي الأسرار، وكانت تبلغ الكفار عندما يأتي أحد إلى لوط من الضيوف، كانت تخبرهم كما جاء في بعض الروايات بالصفير أو بإشعال الدخان علامة لحلول الضيوف عند نبي الله لوط، فيأتون ويعملون المنكر. على كل حال، فالخيانة أنواع، هي خيانة إفشاء الأسرار الزوجية، سواء من الزوجة أن تفشي أسرار زوجها ببيتها أو العكس. وكذلك عندنا الخيانة المالية أيضا، والخيانة المالية تقع من كلا الزوجين، قد تقع من كلا الزوجين. فالزوج قد يخون الأمانة بأن لا ينفق، باعتبار أن الإنفاق أمر واجب وأمر لازم على الزوج، وهذا عهد من الله لا تخون الله. فإذن عدم أداء النفقة اللازمة للزوجة
هي من مصاديق الخيانة لله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أودعت الزوجة بعض أموالها عند الزوج، كما يحصل عند البعض أن المرأة وثوقا بزوجها تسلم أموالها إلى زوجها، سواء من أموال حصلت بإرث أو بالاكتساب أو غيره. وقد حدث مع الأسف أن بعض الأزواج قد خان زوجته في هذه الأموال وتصرف وصرفها في أمور ليست هي باطلاع ومعرفة بها، فيكون من الخيانة. أيضا المرأة قد تكون خائنة لزوجها في أمواله بأن تتصرف بأموال الزوج، سواء الأموال النقدية أو الأموال العينية، كما قد يحدث من بعض النساء فعلا تتصرف بأموال الزوجة وبمقتنيات البيت وبلوازم البيت دون أن يعلم الزوج، فهذه تعتبر من الخيانة. وهناك الخيانة العاطفية وهي أسوأ من الخيانة المالية، بأن يقوم أحد الزوجين بالارتباطات الغير شرعية. ولا أشكال ولا ريب أن ارتباط الزوجة بأي فرد ارتباط عاطفي غرامي هو غير شرعي، لا يمكن أن يجتمع ارتباطان شرعيان لزوجة واحدة في آن واحد. أما الزوج فقد يكون له ارتباط شرعي وقد لا يكون له ارتباط شرعي، ربما يرتبط بغير زوجته بارتباط شرعي آخر، وقد يرتبط بغير زوجته بارتباط غير شرعي. فنقصد بالخيانة الارتباط الغير شرعي، سواء من الزوج أو من الزوجة. فهناك الارتباط العاطفي الذي يقوم على أساس المشاعر فقط، من تبادل كلمات غرامية، سواء عبر مكالمات هاتفية أو عبر رسائل مراسلات أو عبر لقاءات ربما تكون أيضا، ولكن تبقى محصورة بمجال المشاعر وإبداء المشاعر، هذه أيضا تعتبر من الخيانات. فمكالمات الزوج مع فتيات أو نساء بالطرق غير الشرعية هذا نوع من الخيانة لله وللرسول وللزوجة أيضا. وكذلك ارتباط الزوجة أو مكالمة الزوجة مع غير زوجها بهذه الأمور أيضا هي تعتبر من أعظم الخيانات. ومع الأسف أن هذا الأمر خصوصا مع توفر التواصل الاجتماعي والإنترنت أصبحت هذه الخيانة أكثر انتشاراً وتفشياً. اليوم صار مو بس بالصوت، بالصوتي والصورة الآن من خلال بعض البرامج التي تكون بها، هذه من الخيانات العظيمة. وأعظم من ذلك الخيانة الجسدية، الخيانة الجسدية التي قد تكون الخيانة العاطفية مقدمة للخيانة الجسدية التي تقع وتصدر أعاذنا الله من بعض النساء المتزوجات وغير المتزوجات، وكذلك بعض الرجال بالطرق الغير مشروعة. إذن هذه أنواع من الخيانات التي يمكن أن تقع، فلا إشكال ولا ريب أن هذا أمر يعتبر من الأمور التي توجب غضب الله سبحانه وتعالى، لأنه فيه نقض للمواثيق والعهود بكل حيثياتها لله سبحانه وتعالى ولما جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وللتشريع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله من الوظائف التي بيّنها كيف تكون العلاقة الزوجية. الله سبحانه وتعالى يقول إمساكهن بمعروف، يجب أن يكون معاشرة، وعاشرهن بالمعروف. وكذلك الروايات التي نصت على أداء الحق بين الزوج والزوجة، ولا بأس أن أقرأ بعض هذه الروايات. فقد روي
عن الرسول الأعظم عن الإمام الصادق عليه السلام: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته. يعني هناك ثلاثة أمور لا بد أن يحققها وأن يطبقها الزوج مع زوجته. أولاً الموافقة، ليجتلب بها موافقتها. يعني أول الأمور أن لا تخالف، لا يكون دائما تعارض تعاكس، وإنما كن حكيما في هذه الأمور. فإذا كانت الأمور لا تخرج عن الإطار الشرعي لا مانع أن توافقها في بعض رغباتها وفي بعض مشتهياتها ما دامت هي لا تخرج عن الإطار الشرعي. قال: ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها. فإذا الموافقة النسبية هذا يجلب قلب الزوجة، عكس إذا كان دائما معارض دائما مخالف دائما ماذا معاكس، لا إشكال أنه يوجب النفرة. الأمر الثاني قال: وحسن خلقه معها. من الأمور التي تجلب النفس أن يكون حسن الأخلاق مع زوجته ومعاشرة معها. الثالث: واستعمال استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في غير ماذا ضار وتوسعة عليها. يعني من الأمور المهمة أن يراعي الإنسان مظهره، كما يحب الرجل من المرأة أن تكون المظهر الحسن الجميل، أيضا الرجل ينبغي أن يراعي حسن مظهره في قوامه في لباسه في شخصيته، فإن المرأة تتأثر بذلك، خصوصا كما قلنا اليوم مع الانفتاح على القنوات وعلى الانترنت وغيره. فإذا هذا لا إشكال له تأثير. والأمر الأخير: التوسعة على العيال. التوسعة على العيال من الأمور التي تطبع العلاقة الزوجية. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: ولا غنى بالزوج بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال. أيضا الزوجة عليها أن تطبق هذه الأمور. الأول: صيانة نفسها عن كل دنس. يعني يجب على الزوجة أن تبتعد عن كل شيء يوجب التهمة ويوجب الشبهة، سواء باتصالات بمكالمات بخلوات بخروج إلى غيره، حتى يطمئن. يقول الرواية: حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال المحبة والمكروه. إذن على الزوجة أن لا تخفي شيء عن زوجها لئلا يقع في الشبهة والشكوك وغيرها. الأمر الثاني: وحياطته، ليكون ذلك عاطفا عليها عند زلة تكون منها. يعني على المرأة أن تراقب وضع زوجها وأن تتابع أموره، يعني مو تهمل الزوج وتغفل عن الزوج، وإنما تحيط به، يعني أن تكون مطلعة على أحواله بما يريد من مأكل من ملبس من أشياء من غير ذلك، فإن ذلك يكون سببا لعفوه عنها لما ترتكب أي خطيئة. وأخيرا: وإظهار العشق له بالخلابة والهيئة الحسنة. يعني الزوجة عليها أن تظهر عشقها وحبها للزوج بالخلابة، يعني بالكلام والحديث، وكذلك بالهيئة الحسنة. إذن على كل حال هذه بعض الروايات التي تؤكد على طبيعة علاقة الزوج بزوجته، أن تقوم على المعاشرة الحسنة، وكذلك على أداء الحقوق، وكذلك على الأمانة وحفظ المسؤولية بين الزوجين. هذا أمر مهم، ولكن الذي يجب أن نلتفت إليه أن الخيانة إنما يكون وراء أسباب عديدة، من أهم الأسباب الضعف الوازع الديني، وكذلك من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر هو غياب الزوج عن زوجته وغياب الزوجة عن زوجه. هذه من الأسباب التي توجب القياع الوقوع في الخيانة، غياب الزوج الكثير، خصوصا الغير مضطر إليه، غير المضطر إليه، أو غياب الزوجة أيضا عن
زوجها، هذا يؤدي إلى وقوع الخيانة. كذلك أيضا الجفاف العاطفي، عدم وجود العلاقة الرومانسية مثل ما يقولون بين الزوجين، أيضا هذه تؤدي إلى وقوع الخيانة. الأمر الثالث كثرة استعمال الإنترنت والتواصل الاجتماعي هو من الأسباب الكبيرة جدا في وقوع الخيانات بين الزوجين أيضا كذلك في هذه الأمور. إذن هذه بعض الأسباب التي يجب أن نلتفت إليها، فعليه نقول أن الخيانة هي من الأمور التي يجب أن تحارب وأن تكافح من خلال استئصال أسبابها ودواعيها. عصمنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من الزلل، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.